اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع القاهره 24، معكم عمرو عبد السميع مراسل الموقع في الفيوم. احنا الان تحديدا في حي الشيخ حسن بمحافظه الفيوم، من امام او منزل كابتن سيد معوض لاعب النادي الاهلي والاسماعيلي ومنتخب مصر السابق، اللي اعلن فجر اليوم وفاه شقيقه اكرم اثر ازمه قلبيه مفاجئه. طبعا الخبر اللي نزل على الكابتن سيد كالصاعقة، طبعا حالة حزن. شقيقه أكرم عمره 47 سنة توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. طبعا هيتم دفن الجثمان بعد صلاة الظهر اليوم زي ما أعلن الكابتن سيد معوض على صفحته الشخصية. أكرم معوض عمره 47 سنة توفي فجر اليوم طبعا هنا في محافظة الفيوم وتحديدا في حي الشيخ حسن. كابتن سيد هو متواجد الآن داخل المنزل يلقي نظرة الوداع الأخير على شقيقه. طبعا قالوا لنا أحد أهالي الشارع أو الحي الشيخ حسن عند وصول الكابتن سيد فجر اليوم طبعا كان في حالة انهيار شقيقه وسنده كما أعلن على صفحته الشخصية. من المتوقع زي ما قالوا لنا طبعا ان هيتم اداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد الشيخ حسن هنا في الحي الشيخ حسن بمحافظة الفيوم، ودفن الجثمان بمقابر الأسرة بمنطقة باب الوداع في الفيوم. سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ونادي الإسماعيلي، المدرب المساعد للمنتخب في وقت ولاية كروش، أيضا هو محلل بالقنوات الفضائية. سيد عبد المعوض يعني تاريخ كبير في النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي ومنتخب مصر. النهاردة بيودع شقيقه أكرم اللي توفي أثر أزمة قلبية مفاجئة. طبعا سيد معوض مسقط رأسه هنا في محافظة الفيوم، هو ابن من أبناء محافظة الفيوم وتحديدا حي الشيخ حسن. سيد كان قالوا لنا متواجد من فور علمه بالخبر، كان متواجد في الساعات الأولى مع فجر اليوم يعني في حوالي الساعة 5 فجرا كان متواجد. إلى الآن طبعا كابتن سيد منزلش، هو متواجد يلقي نظرة الوداع الأخيرة على شقيقه داخل مسكنه اللي واضح في الصورة أمام حضراتكم. متأثر، حالة نفسية صعبة. طبعا كان الله في عون كابتن سيد معوض يودع شقيقه. هو الآن متواجد بجوار الجثمان في الشقة المتوفية فيها شقيقه أكرم عمره 47 سنة اللي توفي أثر أزمة قلبية مفاجئة. طبعا إلى الآن يعني ما نقدر نقول ما فيش حد من زمايل كابتن سيد متواجد سواء من لعيبة الأهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو حتى زمايله في المنتخب، حتى الآن لم يحضر أحد من نجوم الكرة. كابتن سيد زي ما قلنا لحضراتكم هو متواجد الآن في العمارة اللي واضحة في الصورة دي، مسقط رأسه ومسكنه ومسكن شقيقه. هي أسرة مترابطة، الجميع يسكنوا يعني عايشين مع بعض أشقاء الكابتن سيد معوض ابن محافظة الفيوم. طبعا هنا في حي الشيخ حسن زي ما قلنا لحضراتكم ستقام صلاة الجنازة من مسجد الشيخ حسن بعد صلاة الظهر، ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بمنطقة باب الوداع بالقريب من أكثر من سنة. طبعا كان ودع كابتن سيد معوض والدة رحمة الله عليها اللي توفت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 سنة. النهاردة بيودع شقيقه أكرم 47 سنة، شقيقه وسنده زي ما أعلن على صفحته الشخصية وعلى
انستجرام ايضا الكابتن سيد معوض اللي وصل في فجر اليوم في الساعات الاولى من فجر اليوم فور علمه بخبر وفاة شقيقه. طبعا هو الان متواجد بجوار شقيقه يلقي نظرة الوداع الاخيرة. قالوا لنا بعض اهالي حي الشيخ حسن ان الكابتن سيد طبعا في حالة حزن شديد، سنده وظهره وشقيقه طبعا حالة حزن، موت مفاجئ. شقيقه أكرم رحمة الله عليه كان يتمتع بصحة جيدة ولكن طبعا يدركه الموت. يعني أكرم توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في منزله. طبعا شقيقه أكرم يعمل بالتجارة رجل أعمال هنا في محافظة الفيوم، الجميع طبعا يشهد له بحسن الأخلاق، إنسان محترم محبوب. قال لنا أحد سكان حي الشيخ حسن نصيا كده كان دايما خدوم أكرم رحمة الله عليه اللي توفي أثر أزمة قلبية مفاجأة فجر اليوم في منزله. طبعا وصل في الساعات الأولى فور علمه بالخبر كابتن سيد معوض، يعني قالوا لنا الجيران انه كان متواجد الساعة حوالي 6 صباحا او 5:30 تحديدا فور علمه بالخبر كان متواجد. هو الان داخل المنزل يلقي نظرة الوداع الاخيرة على شقيقه رحمة الله عليه اكرم معوض، شقيق كابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا اللعيب الدولي الكبير، وأيضا المحلل الرياضي كابتن سيد تاريخ كبير. طبعا هو اليوم في حالة حزن على رحيل شقيقه. الملاحظ داخل طبعا العزاء الآن أو انتظار خروج الجثمان غياب تام لنجوم الكرة، لم يحضر أحد إلى الآن. هل هيحضروا صلاة الجنازة؟ حتى الآن ما حدش يعرف عنده أي معلومة. أيضا إقامة العزاء اختلفت الآراء هنا، في بعض الناس بتقول إن الكابتن من الممكن أو من المتوقع إنه يكتفي بالعزاء على المقابر، وبعض الآراء طبعا قالت إنه سيقام العزاء اليوم بعد صلاة العشاء هنا في حي الشيخ حسن. القرار الاول والاخير طبعا هو قرار الكابتن سيد اللي لم يعل يعني ما تاكدش، هو اعلن انه هو تكون صلاه ان العزاء هيكون بعد صلاه العشاء في هنا حي الشيخ حسن. ولكن بعض اقارب الكابتن سيد قالوا ان في تداول لسه في الامر، هل هيتم العزاء في حي الشيخ حسن أم يكتفي كابتن سيد بالعزاء على المقابر. طبعا حتى الآن ما زال في تضارب في هذا الأمر تحديدا، ولكن صلاة الجنازة هتكون من مسجد الشيخ حسن ثم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بمنطقة باب الوداع. طبعا كابتن سيد معوض ربنا يصبره يعيش حالة حزن لرحيل شقيقه وسنده كما أعلن طبعا وفاة شقيقه أكرم معوض عن عمره ناهي 47 سنة أثر أزمة قلبية مفاجأة اللي توفى في الساعات الأولى من فجر اليوم. طبعا قلنا لحضراتكم ان وصل الكابتن سيد معوض ايضا حوالي الساعة 5:30 كان متواجد فور علمه بخبر وفاة شقيقه. سألنا الاقارب والجيران الكابتن سيد، كابتن سيد لحتى الان هو متواجد بجوار الجثمان، لا يعني منزلش الى الان يتلقى العزاء في شقيقه، يعيش لحظات صعبة لحظات حزن لفراق أخوه وسنده وظهره كما أعلن وكم زي ما قال على صفحته الشخصية. هو حالته النفسية سيئة جدا لسبب طبعا كان الله في عونه وفاة شقيقه. زي ما قلنا لحضراتكم إلى الآن منزلش، طبعا متوقع نزوله قبل طبعا دفن الجثمان وأداء الصلاة عليه. هو الآن بجوار شقيقه يلقي عليه نظرة
الوداع الاخير قال لنا احد اقارب كابتن سيد ان هو متواجد داخل غرفه لتوفى بها شقيقه و للقاء نظرة الوداع، وبيده المصحف القرآن الشريف يقرأ القرآن لشقيقه رحمة الله عليه. طبعا ترابط أسري طبعا معروف عن الكابتن سيد معوض ان هو يعني بار بأسرته بأهله، في ترابط قوي ما بينه وما بين أشقائه. طبعا كابتن سيد ربنا يصبره. هنتابع مع حضرتكم صلاة الجنازة ودفن الجثمان اللي هيكون بعد صلاة الظهر بمقابر الأسرة في منطقة باب الوداع في محافظة الفيوم. تشييع الجثمان أكرم معوض شقيق كابتن سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي القاهرة 24.